السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سهام سكتشن. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم الشنايك كيجيو على هذا الشكل هذا بطريقة جد بسيطة وعملية. وهاد الشنايك يمكن لكم تحتفظوا بهم في الفريكو بعد ما كيبردوا تماما، ديرهم في المجمد كيبقاو رائعين، ما كيوقع لهم حتى شي حاجة وكيجيو زوينين بزاف في رمضان. نتمنى ان هاد الحلقة تطرق الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير وكيفية اعداد هاد الشنايكس. غنحتاجوا لهاد الشنايك 350 غرام ديال الفورس، 5 المعالق ديال الطعام ديال سنيدة، وحدة خميرة ديال الحلوة ساشية وحدة، ولا معلقة صغيرة الخميرة الرومية، غير معلقة صغيرة ديال الملحة، غير شي شوية الملحة، جوج معالق ديال الشاي ديال الخميرة البلدية اللي حبوب، ولا كانت المعجونة ديرو غير شوية منها، 125 ملي ديال الحليب دافي. غنحتاجو بيضة وحدة، وغنحتاجو معلقة صغيرة د لافاني ولا ساشية د لافاني، كنديرها مع هاد 35 غرام ديال الزبيب معاها، وكنزيد عليها واحد المعلقة صغيرة ديال الماء، وكذلك كناخد من داك السنيدة هادي ناخد منها واحد المعلقة صغيرة حتى هي ديال سنيدة، ونخلطها مع هادشي باش نخلي هاد الزبيب يترقد في هاد المسائل هادي. وكنحتاجو كذلك 50 غرام ديال الزبده ديال العبار الانسالتد بادر اللي ما فيهاش الملحه، 50 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. هادشي اللي كنحتاجو بالضبط. وكنحتاجو طبعا نحتاجو خيط كيف ما كان باش نقطعو هاد الشنايك هادو. وغادي نحتاجو لا كريم باتيسيير، انا غنوريكم دابا المقادير ديالها. نخليكم مع المقادير ديالها. غنحتاجو لهاد الشنيك لا كريم باتيسيير، غنحتاجو لها 160 ملي ديال الحليب، وحده بيضة، معلقة صغيرة ديال لافاني ولا ساشية ديال لافاني، وبعض المعالق كبار ديال السنيدة، ومعلقة كبيرة ديال النشا اللي هي الكورن ستارتش. وغنديرو هادشي كلو يتمخد في مولينكس، ونديرو فوق البوطة على عافية مهيلة، نبقى نحرك ما نحبسش نهائيا بين 5 حتى 6 ديال الدقايق حتى تعقد لي داك لا كريم. ملي تعقد نكبها فشي جبانة ونغطيها بكاغيط ونغطيها بميكا على الوجه ديالها باش ما تكونش داك القشرة، ومن بعد نخليها تبرد تماما باش غادي نستعملها ان شاء الله في الشنك. اول حاجة غادي نخلط جميع المقادير الا الزبيب والزبدة، هما اخر مرحلة غادي ندير. دابا في الاول غادي نخلط جميع المقادير. غادي ندير في الاول غندير الخميرة، وغادي نزيد عليها هاد الحليب اللي قلت لكم دافي. من بعد غادي ندير الخميرة الرومية والسنيدة وهذيك البيضة اللي قلت لكم وشوية ديال الملحة. هادشي كله غنديرو هنايا، وغادي نزيد عليه 350 غرام ديال الفورس، وغادي نخدم هادشي مزيان. يمكن لكم تعجنوها حتى بيديكم، حتى انا كنت كنتعنت نعجنها حتى بيديا، غير دابا باش نسهل غادي نحاول غادي نديرها في العجانة، اما يمكن لكم تعجنوها بيديكم. وغادي نحاول نعجنها يتعجن هادشي مزيان، من بعد ما يتعجن غادي نتلاقاو من بعد نقول لكم شنو غنديرو. من بعد ما تعجنات العجينه كما تلاحظوا بهذا الشكل هذا، غناخذ هذا الزبيب هذا اللي قلت لكم، وما غاديش نحاول ندير هذا الماء وهادشي اللي هنا فيه، غنحاول ناخذ بالمعلقه بحال هكذا نقطعوا شي شويه من المعلقه، وغادي نديروه هنايا شي زلاف. انا ما غاديش ندير هذاك الماء نهائيا اللي فيه، داك الماء حنا علاش درناه باش داك الكحوليه ما تبقى لناش في الزبيب. اوكي، ومن بعد غنخدم العجانه ولا حتى بيديكم. عجنتها شحال من مرار انا بيديا سهله ماشي صعيبه. هاد العجينه في الاول غتعذبكم شويه، تبان لكم قاصحه، ولكن ملي غنزيدو ان شاء الله الزبده والزبيب ما تبقاش، وغنبقى نزيد الزبده غير شويه بشويه بحال هكذا. حتى ملي تكونوا كتعجنوها بيديكم الزبده زيدوها طريف بطريف، نتوما كدلكم حتى تجمع، من بعد كنزيد عاوتاني الزبيب عليها حتى تتخلط مزيان وتنحبس. من بعد ما خدمتها مزيان بحال هذا الشكل هذا كلشي بحال هكذا، غادي ناخذها بحال هكذا ونحيدها من العجانه. صراحه تيجيو زوينين في المنظر ولا في المذاق، وكنقبض كنعاود نعركها غير شي شويه هكذا بيديا باش داك الزبيب كيتقاد ويتخلط مع جميع العناصر.
ومن بعد كنرش شويه ديال الفرص في هاد الجبابنه هكذا ونحطها بحال هاد الشكل هذا ونغطيها نخليها بالضبط غير شي قسمين ديال المكانه صافي. ومن بعد عاد نخدم بها. من بعد ما تحت العجينه دابا 10 ديال الدقائق دابا غادي نحاول باش نطلقها. كنكون لا كريم باتيسير حدايا يعني بارده تماما باش غنخدم بها. غادي نعريها باش نحطها حدايا بهذا الشكل هذا. ودابا غنحاول نطلق هذه العجينه. هذه العجينه تيخصنا لازم نديرو شي شويه ديال الفرص هنايا عاد نطلقوه. هي تتجي رطبه بزاف تتجي هشيشه وغادي نحاول نطلقها مزيان بالتلاك. هانتوما غتشوفوا معايا اش ندير. الا كانت تلصق لكم شويه ماشي مشكل ديروا شي شويه ديال الفرص على الوجه غير شويه ما تكثروش بزاف الفرص. وغادي نحاول نطلقها مزيان بالتلاك تنقادها ونجيبها على شكل مربع. ملي كندلكها مزيان كنحاول ما امكن نهزها بالتلاك بحال هذا الشكل ونغبر غير شويه ديال الفرص باش ملي غنكون كنلويها ما تعذبنيش. دابا غادي نطلقها بحال هذا الشكل هكا كيف كتلاحظوا معايا بحال هذا الشكل هكذا تتجي زوينه الصراحه. وكان نحاول هاد لا كريم باتيسير نسرحها كلها على الوجه ديالها. بعد ما درت لا كريم باتيسير كلها في الجناب كنحاولوا هاد الجنيبات ما نقصوهمش باش ملي يكونوا كنلويو ما يعدوناش. غادي نحاولوا غير بشويه غادي نغوليو هاد لي شنيك بحال هاد الشكل هذا. نتوما لاحظوا معايا اش كندير. نتي زيروا شي شويه باش ما يكونش الفراغ بيناتهم باش يجي زوينين. وكنبقى نغولي بحال هكذا. نتوما لاحظوا معايا اش كندير تيجي بحال هاد الشكل هذا. وكنحاول نقادو بين يديا بحال هكذا بشويه ما بحال هاد الشكل ها هو تصاوب. وكنكون مجده التفصيل فيه الكاغيط وغادي نقبض وغادي نستعمل اللي قلت لكم الخيط. ما تديروهمش غلاط بزاف ما ديروهمش رقاق. انا غنحاول نوريكم من هنا من هذا الجنب هذا. الكاميرا مساعدانيش نحاول نهبط الكاميرا شويه. يلا غنديرها بحال هكا من التحت ندخل الخيط وغادي ندير بحال عقيده هكذا من الفوق ونجبد الخيط اللي عندي باش يخرجوا مقادين يجيو بحال هذا الشكل هذا. وغادي نبرك عليهم غير شي شويه ما نبركش عليهم بزاف. تلاحظوا معايا غير شويه غنبرك عليهم صافي. وغنبقى مستمره في هذه العمليه حتى نساليهم كاملين. هانتوما لاحظوا معايا غادي ندير عقيده بحال هكذا بالخيط لا كريم كتلصق في اليد. ومن بعد غادي نقبضهم ونخلي الفراغ بيناتهم لان غادي يتنفخوا من بعد. وغادي نبرك عليهم كيف قلت لكم غير شي شويه بيديه غير شويه هكذا بيديه حتى نكملهم كاملين بالتستاف. وكنديرهم انا في الفران بارد وكنخليهم يخمروا ساعه بالضبط على حسب الجو. الا كان الصدر تقدر تاخذ لكم قل من ساعه لان احنا دابا ما عنديش فين ندير نخمرهم فشي بلاصه. كنديرهم دائما في الفران بارد ونشد عليهم ساعه بالضبط. ومن بعد ساعه ان شاء الله نتلاقاو ونقول لكم شنو غادي نديروا. بعد ما خمروا الشنيك خرجتهم من الفران البارد وشعلت الفران على درجه حراره 350 فرنهايت اللي هي 180 سلسيوس ديال المغرب. وغادي نقبض وغادي نعمل بيضه وحده مع معلقه صغيره ديال الحليب مختار مزيان. وغادي ندهن لهم الوجه ديالهم كلها. وملي يسخن الفران غنديرهم في الوسط ديال الفران كيف قلت لكم 350 فرنهايت و 180 سلسيوس ونديرهم في الوسط كيطيبوا ما بين 10 دقائق حتى 20 دقيقه. اللي عندها الفران ديال الضوء وفيه داك الفرفاره ما يهبطوا ما يطلعوا حتى شي حاجه. اللي عندها الفران ديال الغاز في الدقيقه الاخيره تشعل عليها من الفوق باش يتحمر الوجه. من بعد ما خرجتهم من الفران يمكن لكم دهنهم باي حاجه عندكم كونفيتير ولا عسل ولا لا عندكم حتى ناباج دهنوا بهم. كندهنهم كلهم بهم بحال هكا ملي كيخرجوا سخان كيكون هاد الناباج هادشي عندي يكون بطبيعه الحال بارد ما يكونش سخون. بعد ما كندهنهم مثلا نساليهم كلهم بالدهن بحال هذا الشكل هذا. كيمكن لكم تخليوهم بحال هكذا بحال هذا الشكل هذا ولا يمكن لكم تلقوهم شويه ديال اللوز محمر على الوجه بحال هكذا.
نتمنى ان هذه الحلقه ديال شنيكس تكون راقت الاعجاب ديالكم. مرحبا بتعليقاتكم وشكرا على المشاهده.